السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في اتجاهات الصحافة، ونتابع في حلقة اليوم. انتقادات للغرب في تعامله مع الملف الليبي، مخاوف من تزايد الانقسامات بعد معركة سرت، إجراءات جديدة لتسيير الصندوق السيادي الليبي. نناقش هذه الموضوعات مشاهدينا مع ضيفنا عبر سكايب من تونس، مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا رشيد أخشانة. أهلا وسهلا بك سيد أخشانة. مرحبا أستاذ علي، وتحياتي إلى مشاهديك الكرام. رغم إجماع كثير من الآراء على أهمية الدعم الدولي لليبيا للخروج من أزمتها الحالية، إلا أن متابعين للمشهد الليبي يعتقدون أن تدخل الغرب وتعامله مع الملف الليبي لم يراعي الخصوصية الليبية، وكانت كل محاولاته استنساخا لتجارب أخرى، وهو ما يعكس الجهل بالحسابات اللازمة لقياس القوى على الأرض. ذكر الصحفي المصري أحمد أبو دوح في مقال على صحيفة العرب اللندنية إنه عندما ينظر الغرب إلى ليبيا اليوم يشعر بالحيرة المغلفة بسيل من الأسئلة المتتابعة: لماذا يبتعد هذا البلد عن الاستقرار كلما استثمرنا فيه بشكل أكبر؟ ما معنى التحالفات الآنية التي باتت تسيطر على طرابلس؟ ولماذا لا يجتمع الليبيون حول فايز السراج؟ وأضاف الكاتب: عرف الغرب أخيرا كيف يطرح الأسئلة الصحيحة في ليبيا، لكنه لم يصل بعد إلى الإجابات الصحيحة. لم يتحدث الدبلوماسيون في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بلغة يفهمها الليبيون. كانت ليبيا بالنسبة إليهم نموذجا لبلد فاشل في المنطقة التي لا تتوقف فيها الاضطرابات. ويرى الكاتب أن الغرب تعامل مع ليبيا على أنها صفحة بيضاء يمكن أن يكتب فيها كل ما يريد دون إجراء الحسابات اللازمة لقياس القوة على الأرض. كان هذا تكرارا ساذجا لخطة التوافق التي قادها في تونس وحاول فرضها في مصر. كانت النتيجة فشلا متوقعا لخلطة جاهزة لا تبدو ليبيا مستعدة لهضمها. وقال الكاتب: تحتاج حكومة الإفاق لاستعادة ولو جزء ضئيل من شعبيتها إلى موانئ النفط التي ربما لن تبقى تحت سيطرتها لوقت طويل، بعدما أعلن الجيش في الشرق أنه يسعى للسيطرة عليها قريبا. إذا حدث ذلك فلن يكون أحد في ليبيا قادرا على منع الإسلاميين من إشعال حرب أهلية تنهي ما تبقى من البلد. في النهاية لن يتسبب تحرير سرت في شيء سوى أن تتحول كل الأطراف إلى خصوم لحكومة الإفاق. الغرب والإسلاميون وحفتر والشعب الليبي لم يعد مستبعدا أن تعود ليبيا إلى المربع الأول إن لم تتسع رقعة الحرب، لأن الإسلاميين ما زالوا يصرون على الانتقام من حفتر، ولأن الغرب عاد لتعجله ولم يفهم بشكل جيد بلدا آخر في الشرق الأوسط. ذكرت الكاتبة بوني كريستيان في مقال على موقع صحيفة ذي هيل الأمريكية السياسية التي تعنى بشؤون الكونغرس والبيت الأبيض أنه بعد أقل من أسبوعين من انطلاق الجولة الثانية من التدخل العسكري في ليبيا انحرفت هذه المبادرة غير المدروسة عن مسارها، فما بدأ كغارات جوية لمدة 11 يوما فقط أصبح حربا برية على نطاق صغير، حيث وفرت قوات العمليات الخاصة الأمريكية المساعدة المباشرة للكتائب الليبية المسلحة ضد تنظيم الدولة. واعتبرت الكاتبة أنه كان يمكن التنبؤ بهذا التصعيد كتقدم طبيعي لحرب شنت وفقا لأهواء السلطة التنفيذية، ويبرز هذا التهور في تعريض أرواح الأمريكيين للخطر، فقد تجاهلت الإدارة الأمريكية الدستور والكونغرس والرأي العام فيما يخص التدخل في ليبيا. وخلصت الكاتبة للقول أن هناك حاجة حاليا لمزيد من الحيطة، فالسرعة التي تم بها هذا التدخل تنذر بالخطر، ومع إحراز قوات التحالف لتقدم كبير ضد تنظيم الدولة في سرت ليس من الصعب أن نتخيل أن ليبيا ستحذو حذو أفغانستان بتحقيق نجاحات بلا هدف لبناء الدولة. سيد أخشانة، في المحور الأول نناقش أزمة ليبيا من منظور التعامل الغربي، وأبدأ معك من الإجابة عن تساؤلات مقال صحيفة العرب اللندنية. في تقديرك، ما صحة فكرة أنه كلما استثمر الغرب ليبيا فإنها تبتعد عن الاستقرار، لسيما مع تغير التحالفات في طرابلس وعدم قبول حكومة فايز السراج؟
في الحقيقة قصور الغرب عن فهم الواقع الليبي والواقع العربي بشكل عام يتعلق بالدرجة الأولى بما يسمى باللوبيات ومراكز الأبحاث التي تعاني في تقديري من ثلاث عوائق. العائق الأول عائق ثقافي، لأنهم لا ينظرون إلى المجتمع الليبي والمجتمع العربي من داخل الثقافة العربية الإسلامية، وإنما برؤية ومرجعيات الثقافة الغربية. مثلا القبيلة لا يهتمون بتأثيرها ووزنها، الدين أيضا لا يأخذ الوزن الذي يستحقه. إذن هذا عائق أول، هو العائق الثقافي. العائق الثاني هو عائق مصلحي إن صح التعبير، أي أنهم لا ينظرون إلى المجتمع الليبي إلا من خلال المصالح الاقتصادية المتعلقة بالنفط والغاز، وهذا ينطبق على باقي المجتمعات العربية. العائق الثالث والأخير في تقديري هو عائق يتعلق بزوايا خاصة مثل النزاعات الانفصالية وغيرها من الظواهر التي قد تكون هامشية في المجتمع، ولكنها تكبر في رؤية وفي منظار المراكز الغربية. نعم. التي لهذه المجتمعات. نعم. طيب، في السياق نفسه، الصحفي المصري أحمد أبو دوح وصف تعامل الغرب مع ليبيا على أنها صفحة بيضاء يكتب فيها كل ما يريدنا إجراء حسابات للقوى على الأرض. ما الأخطاء التي وقع فيها الغرب عمليا وبالتالي أوصلت ليبيا إلى هذا الحد؟ في الحقيقة هذه الأخطاء تعود إلى العوائق الثلاث التي أشرت إليها، ولذلك تمت محاسبة حكومات في الغرب على دورها وطريقة تدخلها في ليبيا أثناء الثورة الليبية في 2011 بسبب هذه النظرة الاستعمارية التي تريد أن تدعم ربما ثورات وانتقال ديمقراطي، ولكنها في الحقيقة لا تستطيع أن تخفي أهدافا استعمارية جديدة. وما تدخل الآن السداسي إن صح التعبير، الإيطالي، الفرنسي، الأمريكي، البريطاني في ليبيا إلا تعبير عن هذه النظرة الضيقة جدا التي تقتصر على الجوانب العسكرية والصراعية، بدل أن تفهم هذه المجتمعات وتستطيع أن تقترب منها وتساعدها فعلا على إعادة بناء نظامها السياسي وإعادة بناء مجتمعها. نعم. طيب، حكومة الوفاق تحتاج لاستعادة ولو جزء ضئيل من شعبيتها إلى موانئ النفط كما ذهب البعض. واقعيا ما الذي تمتلكه الحكومة من أوراق تحسب لها على الأرض غير الدعم الدولي؟ في الحقيقة الورقة الوحيدة التي بأيدي الحكومة إلى حد الآن هي ورقة الدعم الأممي والدعم الدولي، وكان عليها أن تجد جسورا نحو المجتمع الليبي. للأسف ربما طريقة التعامل والحوار التي تمت أدت إلى أنه هذا الحوار الليبي لم يتقدم بما فيه الكفاية. طبعا ليس المطلوبا استنساخ تجارب أخرى مثل التجربة التونسية، لأن هذه التجربة هي اختراع خاص بالتونسيين يطلق عليها ميد إن تونيزيا، ولكن لابد من أخذ الروح العامة الذهنية العامة التي قادت هذه التجربة من أجل تطبيقها ربما في المجتمع الليبي بخصوصيته التي تجعل منه مجتمعا مختلفا. نعم. وبنيته السياسية مختلفة عن تونس ومصر وغيرها من البلدان التي شهدت ثورات شعبية. طيب، صحيفة ذهل الأمريكية التي تعنى بشؤون الكونغرس والبيت الأبيض اعتبرت أن مبادرة تدخل بلادها في ليبيا غير المدروسة انحرفت عن مسارها من الغارات الجوية إلى المشاركة البرية على نطاق صغير. في تقديرك ما تداعيات ذلك على نسق الأحداث؟ بالتأكيد هناك اختلاف داخل الإدارة الأمريكية أصبح ليس سرا منذ فترة، بل بالعكس أدى حتى إلى سجال بين وزارة الخارجية لما كانت تمسك بها السيدة هيلاري كلينتون التي كانت مع التدخل بحماس، والطرف الآخر في الإدارة الأمريكية الذي كان يتحفظ على تدخل عسكري وخاصة تدخل بري، لأنه قد يعرض أرواح الأمريكيين كما أشار إلى ذلك التقرير، يعرض أرواح الأمريكيين للخطر. هذا الصراع ما زال قائما إلى حد الآن، وهناك شق يحاول فرملة التدخل البري الذي هو غير معلن طبعا، ونحن نلاحظ أن هناك تدخلا بريا فرنسيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكيا في ليبيا، ولكن هذه المرة لا يمر عبر المؤسسات التي تعودنا عليها في الأنظمة الديمقراطية وهي البرلمان ووسائل الإعلام وغيرها، بل هناك تكتم شديد، ومن يغامر بإخراج هذه المعلومات إلى العلن يحاسب كما حصل في فرنسا مع صحيفة لوموند. إذن هو تدخل، لكنه تدخل متواري وراء مهمات فنية أو لوجستية أو غيرها.
نعم، ننتقل إلى المحور الثاني للحديث عن مآلات تطور الوضع في سرت سياسيا. ابقى معنا سيد أخشان وأنتم مشاهدين. فيما تقترب معركة سرت من نهايتها بعد إعلان قوات عملية البنيان المرصوص سيطرتها على مواقع هامة في المدينة، تتزايد التحليلات وتصورات حول الأوضاع السياسية في ليبيا بعد هزيمة ما يعرف بتنظيم الدولة، ويحذر البعض من أن تكون خسارة مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت بداية لمزيد من التهديدات، فضلا عن مخاوف من تنامي الانقسامات السياسية حول من يتولى السلطة في ليبيا. ذكر موقع مجلة لوبوان الفرنسية الأسبوعية في تقرير بعنوان كيف يمكن أن يزيد الانتصار على تنظيم الدولة في انقسام ليبيا، أن محللين يرون أنه بالرغم من أن القوات الموالية للحكومة الليبية قاب قوسين أو أدنى من طرد تنظيم الدولة من سرت، إلا أن خسارة الجهاديين معقلهم الأساسية هذا لا يعني إطلاقا خسارتهم ليبيا أو حتى إرساء الاستقرار فيها، لا بل أنها تهدد بمزيد من الفوضى والعنف بحسب محللين. ويقول الرئيس والعضو المؤسس لمركز أبحاث بريم أسوسيات الذي يعنى بالشرق الأوسط وإفريقيا إيثان كورين إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية برهنوا عن قدرة على الذوبان في محيطهم، وأكد أنه إذا تم القضاء بالكامل على التنظيم الجهادي في سرت عندها علينا أن نتوقع من تنظيم الدولة الإسلامية أن يغير استراتيجيته بحيث ينتقل إلى شن حملة أوسع نطاقا وأسهل انتشارا لإشاعة الرعب وبث الذعر، متوقعا خصوصا أن يضرب الجهاديون أهدافا متصلة بمصراتة وطرابلس. من جهته يقول الصحفي والمحلل السياسي عبد الباري عطوان إن تنظيم الدولة خسر سرت ولكنه لم يخسر ليبيا، ولا سيما الجنوب حيث لديه حاضنة وحيث منطقة رخوة، إذ لا وجود هناك لدولة مركزية أو لميليشيا واحدة مسيطرة. ويضيف الخبير في شؤون الجماعات الجهادية أن الجهاديين خسروا سرت مسقط رأس القذافي ولكنهم لم يخسروا قبائل سرت، لأن المصالحة الوطنية لم تتحقق، حيث أن قبائل كبرى كانت تاريخيا موالية لمعمر القذافي وجدت نفسها اليوم خارج السلطة ومهمشة. وبحسب جيسون باك مؤسس موقع آيز أون ليبيا فإن الانتصار على الجهاديين في سرت لا يعني أن حكومة الوفاق انتصرت في معركة تثبيت شرعيتها أو أن البلد سيسير نحو الاستقرار، ويخشى باك من أن الميليشيات قد تقول إن من يقود المقاتلين هو من يجب أن يتولى السلطة السياسية في ليبيا وليس أصحاب الألقاب الذين يرتدون بدلات جديدة. سيد أخشان، أبدأ معك المحور الثاني. مجلة لوبوان الفرنسية تساءلت في عنوان تقريرها كيف يمكن لهزم داعش أن يزيد في انقسام ليبيا؟ هنا نتحدث في السياق الفكرة نفسها، لماذا انتهاء ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت لا يضمن وحدة صف ليبيا في تقديرك؟ أولا علينا أن لا نخطئ في البوصلة، هناك ثابت من الثوابت الأساسية وهو أن الحرب على داعش هي حرب مشروعة وحرب مطلوبة من أجل أن لا تقام هناك ما يسمى بإمارة لداعش في سرت وتنتقل إلى مدن أخرى. إذن هذه قضية عادلة وكل الشعب الليبي ربما ملتف حول هذا المطلب، لكن هناك نوازع وهناك نوايا غربية تريد أن تستفيد من هذا الوضع لكي تضع قدما ثابتة في ليبيا وتستحوذ على الثروة الليبية. لذلك يعني أعتقد أنه ما قيل قبل قليل من أن لداعش حاضنة اجتماعية في ليبيا ليس صحيحا. المجتمع الليبي مجتمع معتدل متدين صحيح، ولكنه معتدل وهو مجتمع مالكي مسالم، لا أعتقد أنه يتفق مع داعش. داعش تقوم على الخلايا النائمة، وعندما نقول خلايا يعني مجموعات صغيرة من الأفراد، نعم، وليس حركة واسعة اجتماعية وشعبية. طيب، مع كل المعطيات الرافضة التي ذكرتها لما يعرف بتنظيم الدولة، ولكن البعض توقع تغير استراتيجية التنظيم حال القضاء عليه في سرت، وهو ما أشار إليه أيضا الصحفي والمحلل السياسي عبد الباري عطوان الذي قال أو يعني رجح بانتقاله إلى الجنوب. ما احتمالية هذه المخاوف؟ هذه المخاوف موجودة عند الجميع وسبق أن ذكرت عدة مرات، على اعتبار أن الاتجاه الوحيد الذي يمكن أن تتوسع فيه أو تنتقل إليه داعش هو جنوب ليبيا، باعتبار أن الدولة
أو التضاريس الجغرافية إن صح التعبير لا تسمح إلا بالانطلاق نحو جنوب ليبيا، لأنها منطقة لا تسيطر عليها الحكومة المركزية. أما المدن الساحلية والمناطق التي فيها كثافة سكانية، فهناك من القوى المسلحة المختلفة، سواء المنضوية تحت الشرعية أو الخارجة عن الشرعية، التي تقاتل داعش، وهذا هو القاسم المشترك بينها. للأسف هناك مفارقة، أنه كلما تم التقدم في محاربة داعش إلا واستعر الخلاف بين أطراف ليبية مختلفة، لأن هناك صراعا حول مشروعية الحرب على داعش. نعم. كل يعتبر أنه هو الذي يقود الحرب ضد الإرهاب، وبالتالي عليه أن يجمع إن صح التعبير حصاد هذا الحرب، هذه الحرب ضد الإرهاب. نعم. وهذا ما يؤدي ربما فيما بعد سرت إلى صراع بين أطراف ليبيا. نعم، واضح. طيب، ما واجه طرح مؤسس موقع Eyes on Libya جايسون باك، الذي قال إن الانتصارات في سرت لا يعني أن حكومة الوفاق انتصرت في معركة تثبيت شرعيتها، أو أن البلد سيسير نحو الاستقرار؟ بالتأكيد هو ليس خطوة حاسمة، ولكنه خطوة على كل حال في اتجاه تثبيت الشرعية، لأن ضرب داعش في كل هذه المعاقل سيسمح باستعادة الحياة الطبيعية، والحياة الطبيعية كما رأينا خاصة في البداية لدى الليبيين استبشرت بوجود حكومة وحدة وطنية. واعتقد أن الشعار والبرنامج صحيحان، ولكن المشكلة هي في تطبيق الحكومة للمبادئ العامة التي أعلنت عنها في أجندتها الأولى. ليس هناك تواصل كاف مع باقي العائلات السياسية الليبية ومع باقي المناطق والقبائل بطريقة تجعل أن هناك ائتلافا وتوافقا يصنع حول مستقبل ليبيا، ويكون أرضية لالتفاف كل الأطراف حول هذه الحكومة. نعم. طيب، وبشكل أدق أكثر، ما وقع انتهاء الحرب في سرت على نفوذ الحكومة محليا؟ وهنا جايسون باك رأى أن ما وصفها بالميليشيات قد تقول أن من يقود المقاتلين هو من يتولى السلطة السياسية في ليبيا. هذا صحيح، يعني سيكون هناك تنافس على النفوذ داخل سرت ومحيطها بين أطراف مختلفة، بما في ذلك الجنرال حفتر الذي سيسعى إلى أن يقترب من سرت حتى يعني يكون له موطأ قدم هناك، ويستطيع في المساومات السياسية أن يلعب بورقة إضافية بالإضافة للأوراق التي لديه. ونفس الشيء مع اللاعبين السياسيين الآخرين والعسكريين الآخرين في ليبيا، كل سيحاول أن يجير هذا الانتصار العسكري في سرت إلى صالحه وليس إلى صالح الأطراف المنافسة الأخرى. نعم. طيب، في تقديرك، ما المطلوب بعد انتهاء الحرب في سرت على صعيد الملف الاجتماعي، لسيما وأن لبوان الفرنسية نقلت بعض الآراء بشأن دور القبائل في سرت وأهمية عقد مصالحة وطنية معها؟ بالتأكيد، يعني الآن ليبيا في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى من يجمع كل الأطراف حول توافق سياسي فيه خطة ورؤية للمستقبل، وليس مجرد توقيع إعلانات نوايا حسنة. لابد من خطة لإعادة البناء، من خطة لتطهير ما تبقى من المناطق الليبية الموجودة في قبضة العناصر الإرهابية والجماعات المسلحة، من أجل أولا أن تستعيد الدولة السيطرة على السلاح في البلاد، ثانيا أن تبسط هيبتها على كافة أو أكثر ما يمكن من المناطق الليبية، وثالثا بإعداد برنامج يكون حوله توافق بين كل الأطراف، ورابعا بإعادة إحياء لجنة الدستور لكي تعد نسخة نهائية أو مشروعا نهائيا يعرض على الأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى دستور يكون الأساس لبناء مستقبل ليبيا الجديدة. نذهب إلى المحور الثالث والأخير، ابقوا معنا جميعا. يعد الملف الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تحاول أن تسيطر على ما يمكن من مصادر الدخل في البلاد. فبعد توقيع اتفاق لاستئناف عملية إنتاج وتصدير النفط، تسعى حكومة السراج لاتخاذ كل الإجراءات بشأن الأموال الليبية في الخارج، وقامت في آخر تحركاتها في هذا الملف بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وسط ترحيب دولي بهذا الإجراء. ذكر موقع مجلة جون أفريكا الفرنسية الأسبوعية المختصة في الشؤون الإفريقية في تقرير بعنوان
لجنة انتقالية لتسيير الصندوق السيادي الليبي أن حكومة الوفاق الوطني المدعومة من قبل الأمم المتحدة قالت إنها عينت لجنة مؤقتة من 5 أعضاء لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغة قيمة أصوله المالية 67 مليار دولار. وقالت الحكومة في بيان إنه يمنع على اللجنة القيام بأي عمل من أعمال التصرف بأصول المؤسسة ومنقولاتها، ولتلتزم بمتابعة كل الخصومات والدعاوى المرفوعة في الداخل والخارج من المؤسسة وعليها، والعمل على صون كافة حقوق المؤسسة واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة حيالها. وتخوض مؤسسة الاستثمار نزاعين قضائيين مع جولدمان ساكس الأمريكية وسوسيتي جنرال الفرنسية، حيث تطالب باستعادة 3 مليارات دولار خسرتها في معاملات جرت تحت حكم القذافي، وما زال أكثر من ثلث أصول الصندوق مجمداً بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي لمنع تهريب الأموال خارج البلاد. نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن وزارة الخارجية الألمانية الخميس قولها إن حكومات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ترحب بتشكيل ليبيا لجنة مؤقتة لإدارة صندوق الثروة السيادي للبلاد. وذكرت الوزارة في بيان لها أن حكومات هذه الدول تدعو الليبيين كافة إلى مساندة حكومة الوفاق الوطني الليبية في الحفاظ على استقلال المؤسسات المالية الليبية وسلامتها وحمايتها لمصلحة كل الليبيين. سيد أخشانا، بعد قرار حكومة الوفاق بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الذي لاقى ترحيبا دوليا، هل يمكن أن يقلل ذلك من حدة الانقسام الذي شملها؟ يعني ما الذي يمكن أن تضيفه أيضا؟ هي بالتأكيد ستضيف الكثير باعتبارها الورقة الأخيرة بأيدي الحكومة من أجل وضع إعادة البناء على السكة، لأنه يحتاج إلى تمويل، وطالما أن هناك أموالا تعود للشعب الليبي موجودة في هذا الصندوق السيادي فمن باب أولى وأحرى أن تستخدم في إعادة بناء البلاد. ولكن المشكلة أن وجود 5 أعضاء في هذه في إدارة أو في هيئة الصندوق السيادي قد تكون سببا لخلافات بين أعضائها ربما تشل عملها من جديد. فنحن نعلم أن هناك انتماءات مختلفة ومتضاربة بين الأطراف الليبية المتصارعة، وبالتالي ما نأمله هو أن لا تنعكس هذه الصراعات والاستقطابات بين أطراف مختلفة على الصندوق السيادي. لماذا؟ لأن الصندوق السيادي هو الورقة الأخيرة، هو طوق النجاة بين أيدي هذه الحكومة لكي تنفذ برامجها ولكي تخرج الاقتصاد الليبي من حالة التفكك التي يعيشها بما فيها غلاء الأسعار والعجز عن تسديد الرواتب وانهيار قيمة الدينار الليبي وغيرها من الظواهر الاقتصادية السلبية. وصلت فكرتك في هذا الموضوع. انتهت حلقة اليوم، أشكرك ضيفنا عبر سكايب من تونس مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا رشيد أخشانا، شكرا جزيلا لك. كما ننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للأعلام، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.